مع بداية شهر رمضان المعظم تعرف أسعار الخضر والفواكه واللحوم بولاية إليزي ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من البصل إلى 120 دينار جزائري والطماطم إلى 150 دينار جزائري، أما لحم الخروف فقد وصل إلى 1600 دينار جزائري. الخضر والفواكه راهي البلافو كما يقولوا، أسعار مرتفعة، الطماطم ب 14000، البصلة 12000. بزاف هادشي اللي ما عندوش زوالي مسكين راه يعاني. اي غاليه بزاف، واللحوم هذه راهي مرتفعه لدرجه ما تصورش. والاشكال تاعنا وين راه؟ حنا في رمضان نبداو نحرقوا في بعضنا بعض، كاين اللي ما عندوش باش يفطر، كاين اللي ما عندوش باش يتعشى، حنا لازم نرحموا بعضنا بعض. الارتفاع الجنوني في الاسعار الذي اثار حفيظه الزبائن برره التجار بكثره مصاريف النقل وبعد المسافه بين اليزي وولايه الشمال. راه الاسعار رخيصه، بطاطا رخيصه، دلاع رخيص، وكل شيء راه موفر عندهم، كاين كل ديسير، كل كاين. طماطم 12000، البطاطا 7000، البصله راه 12000، دلاع حاجه زينه نسترجيو من البحيره نجيبو من الفلاحه نبيعو فيه 10000. نتعبو مع الطريق وخلاص، واش راح نديرو؟ انا نتعبو. البقري عندنا 150، والخروف عندنا 150، الناجة عندنا 120، الدجاج ب 26 27، هذا ماكس كالو ب 60 65، هذه هي الفريات. على بالك السنة كي هبط كورونا حتى الفلاحة فيها الأمراض، فيها خسائر شوية، بصح الحمد لله يا ربي. بالنسبة للأصغار في متناول إن شاء الله، في بإذن الله هذه غير البداية برك، وتتحسن الأسعار وحنا ما نبينا نساعدوا المواطنين. وأمام هذا الغلاء الذي تشهده أسواق ولاية إليزي، يظل المواطن البسيط الضحية الأولى في دفع فاتورة فوضى الأسعار.